كثير من الناس اتجهوا إلى استخدام المواد الطبيعية بدلا من الأدوية لحل الكثير من المشكلات الصحية ومشاكل الجسم بشكل عام، وذلك بسبب فعالية تلك المواد وأمانها، حيث أن استخدامها لا يسبب أي أضرار جانبية. ومن تلك المشكلات مشكلة النحافة، وتعد الخميرة من المواد الطبيعية التي يمكنها حل هذه المشكلة. وفيما يلي إليكم بعض الوصفات من الخميرة التي يمكنكم استخدامها لزيادة الوزن بشكل آمن وسريع. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة، برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تنقسم أنواع الخميرة إلى ثلاثة أنواع: أولا خميرة البيرة، ثانيا الخميرة الفورية والتي تستخدم بشكل أكبر في إعداد المعجنات، ثالثا أقراص أو حبوب الخميرة والتي توجد في الصيدليات. الخميرة عبارة عن نوع من أنواع الفطريات أحادية الخلية، وتعد مصدر هام للأملاح المعدنية والفيتامينات والحديد والبروتين والأحماض الأمينية. وللخميرة الكثير من الفوائد التي لا غنى عنها، مثل علاج النحافة والقضاء على الأرق وتفتيح البشرة وتنقيتها وكذلك تقوية الشعر. نبدأ بالوصفة الأولى، ومكوناتها هي ملعقة ونصف من الخميرة الفورية، وكوب من الحلبة المطحونة، ونصف كوب من الحلاوة الطحينية، وكوب ونصف من المكسرات المطحونة، وكوب من الماش المطحون. وطريقة التحضير: يتم خلط المكونات معا بشكل جيد، ويتم إضافة ملعقتين من الخليط إلى كوب من الحليب أو كوب من العصير، ويتم تناول هذا المشروب 3 مرات يوميا. ننتقل الآن إلى الوصفة الثانية، والمكونات هي ملعقة كبيرة من الخميرة وكوب من الحليب الدافئ و3 ملاعق من السكر. وطريقة التحضير: يتم إضافة الخميرة إلى كوب الحليب، ويتم إضافة السكر، ويقلب جيدا ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يتم تناول هذا المشروب 2 مرات يوميا بعد وجبة الإفطار وبعد العشاء. وننتقل الآن إلى الوصفة الثالثة، والمكونات هي 4 ملاعق كبيرة من الحلبة، وملعقة كبيرة من الخميرة، وملعقة كبيرة من العسل، وكوب من الماء. وطريقة التحضير: يتم تحميص الحلبة في مقلاة لمدة 5 دقائق، ثم يتم وضع الحلبة في إناء عميق مع كوب الماء، وتوضع على النار حتى الغليان، ثم تترك جانبا لمدة ساعة. بعدها نقوم بإضافة الخميرة إلى الخليط، ويتم تقليبها جيدا حتى تذوب تماما، ثم يحل الخليط بملعقة العسل ويتم تناوله. ويتم تناول هذا الخليط بعد الأكل بساعتين، ويكرر 3 مرات يوميا حتى الحصول على الوزن المطلوب. ننتقل الآن إلى الوصفة الرابعة، والمكونات هي ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وملعقة من اللوز المطحون، وكوب من الحليب، وملعقة كبيرة من العسل. وطريقة التحضير: يتم غلي كوب اللبن، ثم يترك جانبا حتى يبرد. بعدها نقوم بإضافة الخميرة، ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمام الذوبان، ثم نقوم بإضافة اللوز والحلبة والعسل إلى اللبن والخميرة، ويتم تناول هذا المشروب بعد تناول الوجبات 3 مرات يوميا. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.